الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم كان الكلام في التعارض وبينا أن مورد ابتلاء الفقهاء هو التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين، والسيد الشهيد قدم مقدمتين لاجل هذا البحث واتضاحي هذا البحث، بينا فيهما انه الـ 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 ان التنافي ان مدلول الدليل او مدلول الحكم الشرعي هو الجعل، الجعل لأنه هو الذي الله تبارك وتعالى ينزله، أما المجعول فهو تابع ويختلف حين توفر المقدمات، هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية تارة يكون التنافي بين الجعل بين جعلين يعني صلي ولا تصلي، وأخرى التنافي بين المجعولين مثلا توضأ وتيمم وثالثة التنافي بين الامتثالين صلي إذا لم تنقذ الغريق، انقذ الغريق إذا لم تصلي، وبينا هذه المسائل تباعا. فيقول السيد الشهيد: ان في الحالة الأولى إذا كان التنافي بين الجعلين هذا ما نطلق عليه التعارض. فإذا كان هناك دليلان دليلان هذا وقع تنافي بينهما وهذا التنافي كان بين الجعلين يعني بين جعل هذا الدليل وبين الجعل هذا الدليل فهذا ما نطلق عليه التعارض لأن الجعل لا يمكن أن يكون متكثرا يعني هناك تضاد في الأحكام الشرعية الجعل واحد في واقعة واحدة لأن التنافى معنى أنه هذا الدليل ينفي مدلول ذلك الدليل وهذا الدليل ينفي مدلول هذا الدليل وبما أن الواقع يشير إلى وجود حكم واحد فهذا ما نطلق عليه تعارض بين الدليلين وإذا لم يكن هناك التنافى ولا بين الجعلين فلا بد أن يكون إما بين المجعولين أو بين الامتثالين. يعني لم يكن التنافي بين الجعل بل كان التنافي في المجعول او في الامتثال فهذا لا نطلق عليه تعارض بل هذا خارج عن التعارض لان التعارض هو التنافي في الادله اما بين المجعولين فهذا ما نطلق عليه الورود يعني الدليل ينظر الى ذلك الدليل، دليل الوارد ينظر الى ذلك الدليل مثل توضا وتيمم فهنا الوضوء هو يكون هو الحكم فإذا لم تجد ماءً فتيمم فهذا نطلق عليه الورود وبالنسبة إلى التنافي بين الامتثالين نطلق عليه التزاحم صلي إذا لم تنقض الغريق انقض الغريق إذا لم تصلي وهناك في حالات الورود وفي حالات التزاحم هناك تقديم شيء آخر فهذا ليس من التعارض بشيء بل التعارض إنما يكون في الجعل فبالنسبة إلى الورود يعني إذا كان التنافي بين المجعولين الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع الآخر هذا نسميه دليل الوارد مثل الوضوء بالنسبة إلى التيمم إذا وجدت الماء فتوضأ هذا إذا وجدت الماء فتوضأ هذا ماذا؟ هذا ينفي موضوع الآخر موضوع الآخر ما هو؟ هو عدم وجود الماء فإذا إذا وجدت الماء هذا ينفي تحقق المجعول للآخر اللي هو التيمم لأن التيمم موضوع عدم وجود الماء بينما هذا الدليل يحقق وجود الماء فهذا يعني اصل دليل الوضوء يكون واردا على اصل دليل اي التيمم والدليل التيمم يكون مورود هذا وارد وهذا مورود ثم يشير الى مساله وهي انه الدليل الوارد ليس فقط يقلل من الموضوع وينفي الموضوع الاخر بل قد يكون دليل الوارد يوسع الموضوع الاخر من قبيل اي شيء من قبيل الافتاء جواز الافتاء متوقف على الحجيه فحينما ياتي دليل ويبين حجيه الاماره فهذا الدليل حجيه الاماره ماذا يفعل؟ راح يوسع من دائره الافتاء، فالافتاء كما انه يكون بعلم كما انه يكون فلان شيء ايضا راح يكون دليل على اي شيء على انه المفتي يمكنه ان يفتي باي شيء بالاماره، لان دليل الحجيه اضاف الاماره الى هذه الدائره، يعني هذه الدائره دائره الافتاء مثلا كانت متكونه من ثلاثه امور بعد لما ياتي دليل حجيه الاماره ماذا؟ راح يوسع هذه الدائره فتكون اربعه اشياء. فدليل جواز الافتاء راح يوسع من اي شيء من من حجيه دليل حجيه الاماره راح يوسع من دائره الافتاء. اما في حالتي التنافي بين الامتثالين هذا ما نطلق عليه التزاحم كما اشرنا. والتزاحم كما سياتي هناك بعد عندنا قاعده انه يقدم الاهم على المهم فاذا تبين لنا ذلك يتضح لنا جليا بان الورود يعني التنافي بين المجعولين والتنافي بين الامتثالين ماذا خارجان عن اي شيء عن التعارض بل هو آه لها حالات خاصه بها في حالات الورود يقدم الدليل الوارد على الدليل المورود وفي حالات التزاحم يقدم الاكثر اهميه على الاقل اهميه وهذا بيناه في ال مبحث العقلي فاذا اذا كان التنافي بين مدلولي الدليل هاي فقط مصداقها حاله وحده اللي هي حاله التنافي في الجعل، وهذا ما نطلق عليه التعارض، أما التنافي بين المجعولين، التنافي بين الامتثالين، فهذان خارجان عن التعارض، بل لهما مصطلح خاص بهما. جيد، الآن ننتقل إلى التنافي أو التعارض في الجعل، التعارض في الجعلين تارة يكون ذاتيا، ما معنى ذاتيا؟ ذاتيا يعني ياتيني دليل ويبين لي وجوب شيء وياتيني دليل اخر ويبين لي حرمة نفس هذا الشيء الذي تبين وجوبه في ذلك الدليل. مثل صلي ولا تصلي. هذا نسميه ذاتي يعني متوجه الى نفسي التنافي يكون بين هذا الدليل وهذا الدليل. فكل دليل متوجه الى يعارض ذات الدليل الاخر هذا اللي نسميه على... نطلق عليه التعارض الذاتي عندنا تعارض عرضي ما معنى التعارض العضلي العرضي؟ التعارض العرضي يعني بينهما لا يوجد تنافي مثل اي شيء مثلا وجوب صلاه الظهر ووجوب صلاه الجمعه هنا لا يوجد عندنا تنافي بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة ولكن التنافي رح يكون لشيء آخر ما هو الشيء الآخر عندي علم إجمالي هذا العلم الإجمالي يبين لي ويؤكد لي بأن الصلاة الواجبة الصلوات الواجبة على الفرد المؤمن هي خمس صلوات يومية فإذا في يوم ظهر الجمعة إذا جعلنا اثنين هم صلاة ظهر وهم صلاة جمعة راح يكون مخالفة لأي شيء لهذا العلم الإجمالي بوجوب خمس صلوات، فهنا هناك تعارض بين دليل وجوب صلاة الظهر وبين دليل وجوب صلاة الجمعة، ولكن هذا التعارض ليس ذاتيا بل هو عرضيا يعني لأنه يؤدي إلى تكثير الصلاة صلاة واحدة، وأنا عندي علم بأن الصلاة إنما تكون خمسة مثلا، فلولا هذا العلم الإجمالي لأمكن، قلنا أنه هم يصلي المؤمن صلاة الظهر وأيضا يصلي صلاة الجمعة، أما مع وجود هذا العلم اللي هو يبين لوجود خمس صلوات يوميه، بعد هنا يكون كل من هذا الدليل مكذب للدليل الاخر، يعني نفس دليل وجوب صلاة الظهر مكذب لوجوب صلاة الجمعة، ونفس دليل صلاة الجمعة مكذب لوجوب صلاة الظهر، فلا بد ان يوجد حل لمثل هذه الامور. و بعد ذلك السيد الشهيد يقول انه اما سواء كان التعارض ذاتي او عرضي ما يوجد عندنا فرق ولكن الحلول التي سوف تاتي سوف تشمل هم التعارض الذاتي وايضا التعارض العرضي، الان نطبق. يقول وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول المقدمة الأولى أن روح الحكم هو الجعل، الحكم هو الجعل، الدليل هو الجعل، والمجعول حينما تتحقق حينما تتحقق الموضوع يتحقق الموضوع بالنسبة إلى المكلف، والثاني بأن التنافي يكون تارة بين الجعل وبين بين المجعول وبين الامتثال وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي هذا الدليل على هذا الحكم بين هذا الحكم هذا الآخر بين هذا الحكم فإذا فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين يعني صلي ولا تصلي بحيث احدهما ينفي جعل الاخر فهو تناف بين مدلولي الدليلين هذا الدليل يبين شيء هذا الدليل الاخر يبين شيء اخر فهذا الدليل الاول ينفي ذلك الدليل الثاني لما عرفت في المقدمه الاولى من ان مدلول الدليل هو الجعل أصل الدليل حينما يدل هو الجعل المجعول ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ يعني إذا كان هناك تناف بين الجعلين فهذا ما نطلق عليه التعارض لأن كلا منهما يعني كل واحد من هذين الدليلين ينفي مدلول الدليل الآخر هذا الدليل ينفي هذا الدليل وهذا الدليل ينفي هذا الدليل وان لم يكن هناك تناف بين الجعلين بل كان بين المجعولين او بين الامتثالين فاذا مره يكون بين الجعلين كما اشرنا ومره بين المجعولين ومره ثالثه بين الامتثالين فبين المجعولين والامتثالين هذا خارج عن دائره التعارض فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل لماذا خارج عن التعارض باعتبار ان التنافي بين الجعلين والتنافي بين الامتثالين لا توجد منافاه بين الدليلين يعني كلما كان هناك تناف بين دليلين بين الدليلين هذا نطلق عليه تعارض اما اذا لم يكن هناك تنافي بل هناك ترتب، هناك ورود، هناك تزاحم، فهذا لا نسميه تعارض بل له اسماء اخرى كما اشرنا، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل لما عرفت من ان فعليه المجعول فضلا عن مقام امتثاله ليست مدلوله للدليل. بل المدلول للدليل دائما هو الجعل أما المجعول هو الامتثال لا يقول فلا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلوليهما يعني ما عندنا تنافي بين جعليهما ما عندنا تنافي بين هذا الدليل وهذا الدليل في الجعل بل تنافي بين المجعولين أو الامتثال وتسمى حالات التنافي بين المجعولين وعدم التنافي بين الجعلين بالورود. يعني انه يكون هذا الدليل ماذا؟ مقدم على الدليل الاخر، ينظر الى ذلك الموضوع الاخر وينفي موضوعه. ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الاخر بالدليل الوارد يرد هذا الدليل ينفي ذلك الموضوع اذا نفى ذلك الموضوع هذا يكون دليل وارد مثل ما اشرنا سابقا بالنسبه الى الوضوء والتيمم فالدليل الوضوء هو وارد على دليل التيمم ويعبر عن الدليل الآخر بالمورود اللي هو دليل التيمم مثلا مورود عليه وينبغي أن يعلم أن المص أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر مثل المثال اللي قدمناه بين دليل الوضوء ودليل التيمم، فدليل الوضوء اللي هو وارد ينفي موضوع دليل التيمم، بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر، يعني أنه هذا هذا الدليل الذي جاء مرة يوسع من دائرة الحجية ومرة اخرى يقلل فهو لا في كلا الحالتين المهم اكو نظر من الدليل الوارد على الدليل المورود سواء كان هذه النظر يدخله في الموضوع ام يخرجه من الموضوع ومثاله يعني مثال الدليل الوارد الذي يوسع من الموضوع هو دليل حجيه الاماره بالنسبه الى دليل جواز الافتاء بحجه يعني جواز الافتاء بحجه كان عندنا مثلا اربع مصادق له او ثلاث مصادق له ثم بعد ذلك اتاني دليل وقال بان الاماره حجه فهذا راح راح يضيف حجيه اضافه الى تلك الحجيه الثلاثه فتكون عندنا اربعه راح تتوسع دائره الافتاء بحجه، بالاضافه الى الثلاثه السابقه راح ياتينا دليل اخر اللي هو حجيه الاماره. فان الاول يعني دليل حجيه الاماره يحقق فردا جديدا فرد هذا جديد لم يكن موجودا، فردا من موضوع الدليل الثاني اللي هو دليل جواز الإفتاء فهنا توسعت الدائرة أما بالنسبة إلى المثال السابق فقد ضيقت الدائرة نعم <applause> وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين بعد أن بين تنافي بين الجعل اللي هو تعارض والتنافي بين الجعلين اللي هو ورود ينتقل إلى القسم الثالث، وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين بين الجعلين والمجعولين هو بالتزاحم، يعني أنه هناك تزاحم في مقام الامتثال، لا يستطيع المكلف الإتيان بهما معا. ومن هنا نعرف بينا مثال التزاحم قلنا كما مثلا صلي ان لم تزل النجاسه ازل النجاسه ان إل لم تصلي هذان يقول احدهما ناظر الى الاخر ومن هنا نعرف ان حالات الورود وحالات التزاحم خارجه عن نطاق التعارض بين الادله لماذا لانه لا توجد عندنا عندنا مشكلة تنافي بين الجعلين فيهما بل التنافي اما بين المجعولين يعني في الترتب في مقام الورود او في مقام التزاحم ولا ينطبق عليها احكام هذا التعارض لان احكام عندنا احكام خاصة للتعارض كما ستاتينا احكام جمع العرفي احكام موجودة كما تاتينا ان شاء الله بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما، في حالات الورود دائما نقدم دليل الوارد على المورود، وحالات التزاحم يتقدم فيها الأهم على الأقل أهمية، أما التزاحم، لا بعد راح هنا لابد أن نستقرئ. الدليل من هو الأهم ومن هو الأقل أهمية فيقدم الأهم كما تقدم في مباحث الدليل العقلي، ويتلخص من ذلك كله ماذا يتلخص؟ أن التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما، فإذا التعارض هو إنما يكون بين مفاد الدليلين، ومفاد الدليلين متى يكون؟ حينما يكون التنافي بين الجعلين لماذا؟ لأن أحد هذين الجعلين ينفي مدلول الآخر والآخر ينفي مدلول الأول يقول وهذا التنافي يعني التنافي في باب التعارض اللي ذكرناه اللي قلنا بين الجعلين على قسمين اللي هم بيناهم الذاتي والعرضي لانه تاره يكون يعني التعارض او التنافي بين الدليلين او التنافي بين الجعلين تاره يكون ذاتيا كما في صلي ولا تصلي عندك دليل يقول صلي دليل اخر يقول لا تصلي واخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الاجمالي من الخارج بأن المدلولين غير ثابتين معا العلم الاجمالي عندي علم هذا العلم لماذا اجمالي؟ لأني لا أعلم أي منهما مقدم زين من الخارج يعني بدليل آخر خارج هذا العلم اللي عندي أنه هناك خمس صلوات هذه الصلاة ما تقول أنه هل في الظهر هو صلاة الجمعة من يوم الجمعة هل هو الجمعة أم الظهر؟ ولكن عندي علم اجمالي بانه خمس صلوات فقط. حصل بسبب العلم الاجمالي، لماذا قلنا علم اجمالي؟ لانه لم يحدد هذا العلم اي الصلاه واجبه، قد تكون صلاه الظهر وقد تكون صلاه الجمعه. من الخارج يعني بدليل خارج، بان المدلولين غير ثابتين معا، لماذا؟ لانه عندي اما صلاه جمعه او صلاه ظهر، فلا يمكن ان يثبتا معا. كما في صلي الجمعة أو صلي الظهر حيث أننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا. عندنا دليل من الخارج بعدم وجوب الصلاتين معا. فإنه لولا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادين معا. يعني لو ما هذا العلم الاجمالي بوجوب خمس صلوات يوميه لامكن انه هم اصلي الظهر وهم اصلي الجمعه، لان ماكو تنافي بينهما. واما مع هذا العلم فلا يمكن ثبوته، فلا يمكن ثبوتهما معا. اما مع وجود هذا العلم الاجمالي بوجوب خمس صلوات، ما يمكن ان اصليهما معا، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للاخر ونافيا له بالدلاله الالتزاميه، لانه مرة هو مباشرة صلي ولا تصلي، هذا احدهما ينفي الاخر مباشرة. بالدلالة. اما في حالة صلاة الظهر وصلاة الجمعة لا بالدلالة الالتزامية لوجود دليل اخر من الخارج ينفي انه تكون عند ناس الصلوات. ولا فرق بين هذين القسمين في الاحكام التاليه، يعني احنا عندنا راح تكون عندنا اربع حلول او الحكم بين التعارض وهذا ماكو فرق سواء كان هذا بين التعارض الذاتي ام التعارض العرضي، اذا تبين لنا في هذا الدرس ان التنافي انما يكون بين الجعلين اما التنافي بين المجعولين فهذا ما نطلق عليه الورود ودائما يتقدم الدليل الوارد الذي ينفي موضوع الدليل المورود مثل الوضوء والتيمم او يوسع من موضوع الدليل المورود مثل حجيه الاماره بالنسبه الى جواز الافتاء فيتقدم دليل الوارد على الدليل المورود هذا بالنسبه الى التنافي بين الجعلين، وهناك تنافي اخر بين الامتثالين وهو نسميه حاله التزاحم، صلي اذا لم تنقض الغريق، انقذ الغريق اذا لم تصلي، بحيث وقت المكلف لا يسع لاجرائهما معا فيقدم الاكثر اهميه على الاقل اهميه، ثم بينا بان هذا التعارض تاره يكون تعارضا ذاتيا اذا كان التنافي مباشر المطابقي صلي ولا تصلي واخرى يكون عرضيا كما في وجوب صلاه الظهر ووجوب الجمعه في يوم الجمعه فهناك دليل علم اجمالي على ان الصلوات خمسه فهذان الدليلان احدهما يكذب الاخر بالدلاله الالتزاميه اما الاحكام في حل التعارف فسيأتي الحديث عنها في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و محمد